الو، ونشوف رأيها في الموضوع ده. اهلا يا نهال، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. قوليلي. هو مش رأيي اكتر منه تجربة. وانا كنت متربية على ان العين بيورث الصبح، وارتبطت بشريك حياتي كان حب عمري، كان عندي 18 سنة وبدأنا حياتنا يعني مع بعض، وكنا بنحب بعض، وهو لازال حبيب عمري وابو اولادي. جميل. بس جينا في لحظة من اللحظات، معرفش ده فعل شياطين الإنس أو كبر بأي شكل من الأشكال أو زيادة مال، امتحان بأي شكل. المهم إن هو بدأ يعمل إيه علاقات متعددة، وأنا بدأت أزعل، أصمت شوية وأزعل. المهم جيت في مواجهة من المواجهات، قلت له خلاص لو إن أنت مش أنا قادرة أكون كافية ليك، تقدر تتزوج ولا تعمل حاجة حرام. قال لي ما هو مش هينفع اتجوز غير ما اكون منفصل، خلاص طلقني. وهنا عملنا كل واحد على ان انا مش متمسك، انت اعملي وانت اعمل اللي انت عايزه، وانفصلنا. وراح ارتبط في مثلا في 6 شهور، وكان بيقول لكل اصدقائه من شياطين الانس بقى اللي لا مش مثلا خلاص ارجع عن القرار، هي نصالحها نكلمها نهديكوا، لا ما هو ما بيكترش الست غير ست. فاحنا دخلنا في عند مكتسب من البيئه بقى. فراح ارتبط بانسانه منفصله، ما كان لديها ولا عليها. وطبعا رجعنا لبعض انا وهو، واصبح هو صاحب بيتين مشتت، كاره حياته يعني. طبعا انا بحبه وحاسه بالذنب ناحيته، فكنت بحاول امارس حياتي بدون ضغوطات عليه، لكن الطرف الثاني كان حاسس انه في لعبه مش بتاعته، هو عايزني اختفي. ودنتني من الصابرات يعني، وقلت يعني امهات المؤمنين مروا بالتجربه دي وانا مش احسن منهم، وخلاص يكفيكي العند مره واحده ولعله ده اختبار ربنا. لكن البنت الزوجه الثانيه بعد 6 سنين خلعته. وطبعا ده شاب جاب وجرح بيني وبينه، فاحنا لا عارفين نرجع زي الاول. وده برضه نوع من انواع العند، انا عايزاه يعتذر ويقول انا اسف انا غلطت في حقك، ولما جربت ست ثانيه كنت انت الاحسن. وده بيقولوا للناس الثانيه بس مش عايز يقولهولك. طبعا وانا مصممه اسمعه، وفي احسن حالاتي بيني وبين نفسي وانا بعيط وبقول ان مفيش راجل زيه، وان هو وفعلا انا بيقابلني ناس وبيتقدم لي ناس، لكن انا مش قادره اشوف راجل برجولته بنجاحه باصراره، بشوف ولادي فيه وبشوف مستقبلي فيه. خلاص انتوا بتعندوا في ايه دلوقتي؟ ما خلاص الموضوع. هو انت ما رجعتيلوش؟ احنا دلوقتي عاندين احنا الاثنين، ولا زلنا منفصلين بس مش مطلقين، وهو مش عارف يخش يقول انا اسف، وانا مش قابله غير انه يقول انا اسف. ووضع عند الحياه بتخلص، انجزوا دي حقيقه، انجزوا. انت بتحبيه وهو بيحبك، انجزوا. حد فيكم ينزل شويه، تنازل شويه عن حاجه، او حد يتدخل بينا بطيب خاطر كده. وهي انت يعني لازم كلمه اسف، ما ينفعش يطبطب عليكي يبص يعني. مفيش بقى طبطبه، هو للاسف ما هو العند اللي عنده ما هو مثيله عند عندي، واحنا هو مربيني انا داخله حياتي معاه طفله، فانا مرايه ليه وهو مرايه ليه. انا ببكي وهو قاعد بيتكلم قدامي، وهو الكبر ماسكه مش قادر يعني مش قادر، وانا مش قادر. بس انا من حقي كانسان عشان ابدا بدايه جديده، وانا والله انا دي قصه دي قصه رهيبه، يعني بتجسد موضوع العند، انكم هتضيعوا حياتكم، الحياه هتخلص وانتوا الاثنين متشبثين بارائكم. هو كمان في عز شبابنا ونجاحنا واستقرارنا العائلي، لما حوار بسيط تحول الى كارثه، ودخول حد غريب حياتنا وتطلع منها جرحاه وانا مجروحه منه، وكركبنا وعملنا سلسله من العند فيها خسائر، منها فيها اولاد عارفين كويس قوي ان بابا بيحب ماما. والله احنا نتمنى ان انت تكلمينا في مره تانية وتقولي خلاص هدينا والموضوع هبط. انا بتمنى بس ان الستات مهما انا يعني مهما كانت صبوره، يكون ليها خل صديقه اخت تفضفض معاها عشان ما توصلش لمرحله روح اعمل اللي انت عايزه فتعقلها. ايوه، وربنا بقى يوفق الراجل ان يكون حد من اهله او حد من اصدقائه
الغريب ان كل اللي وقف معاه ساعتها اصلا ما بيكسرش الست والست سؤال، انا ما كنتش عامله حاجه فيه، كنت كل حقيقة القصة يعني هنناقشها، واسمعي بقى يعني تعليق كده على قصتك. شكرا ليك يا نهال، مداخلة يعني اعتقد انها هتفيدنا في حلقتنا مثال النهارده. حي جدا، لان هو ده بقى العند اللي والد الكسر. بصي هي بتقولك بنحب بعض قد ايه، هو اللي مربيني وعندهم هما الاثنين على بعض كسر العلاقه، مع انها كانت من اقوى العلاقات اللي هما مرتبطين ببعض جدا. هي بتعند انه لا مش ترجع تعيش معايا غير لما تقولي انا اسف. طيب انت ما خدتيش بالك ان رجوعه ليكي في حد ذاته هو تنازل عن عنده واعتذار خفي؟ ما هو ممكن واحد يجي يقول لك انا اسف بالكلام، انا اسف حقك عليا، وتلاقيه تاني يوم الصبح يعمل نفس اللي عمله. صح، ده كتير. تمام، ده كتير، معظم الناس كده. صحيح، الشخص العنيد بيتشبث برايه وبذكائه في الدفاع عن خطأه. لا انا ما غلطتش فمش هعتذر. في حين ان نفسيا هو اضعف من كده بكتير، هو فاهم ان هو كده قوي وفي مصدر قوه واثق من نفسه واثق من رايه، بس نفسيا انا بقول لك ان هو شخص ضعيف جدا. ليه؟ لان الشخص القوي هو اللي بيعرف يعترف بخطأه. ومش دايما كلمه اسف هي اللي بتعبر عن الاعتذار. زي ما انا قلت لك كده يا نهال، كون ان هو رجع لك ده في حد ذاته اعتذار. وحطي في بالك انه مش معقول هيطلع هو اجدع منك وهو رجع لك وانت هتفضلي عنيده ومتشبثه برايك، خليكي انت كمان اجدع منه. واسمحي للعلاقه انها ترجع. طب هي بتقول لك انا من حقي، انا برضو هم انفصلوا وهو راح اتجوز واحده تانية، وهي برضو محتاجة حاجة ترضيها يعني، أو ترضي حتة إنها تثابت وهو راح عرف واحدة تانية، يعني نديها بدايل طيب، أو نديها شوية حلول تانية عشان برضو ما تحسش إنها تنازلت عن الحاجة اللي ترضيها يعني. بالعكس، ده هي طلعت أحسن من اللي هو عند وراح ساب عشان يجوزها، لأن هم رجعوا لبعض. قالت لك هم رجعوا لبعض وهي لسه على ذمته، وكانوا الاتنين على ذمته، وانتي طلعتي احسن من الاثنين، لان انتي في الاخر طلعتي انتي الابقى وانتي الاقوى. فده لوحده كفيل انها يحسسها ان هي لا هي الاحسن. وممكن جدا يجي يقول لك انا اسف، بس تلاقي المعامله ما فيهاش اي اسف. صحيح. او اي نوع من الاسف او الاعتذار. صحيح.